أخوتي المغاربة، أخواتي المغربيات، بكل صراحة هذا أول فيديو غادي يعني غادي نزعم على أساس باش نوجه واحد الرسالة في واحد الموضوع معين اللي أثار ضجة بزاف، وكانت عدو واحد انعكاسات نفسية وخصوصا على الأطفال. بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في اليوتيوب، اللي بكل صراحة انباروا وبداو كيناقشوا واحد الموضوع ديال هاد الحرب الروسية الأوكرانية، هاد النزاع اللي بدا مؤخرا وبدات كتنشر فيه واحد المجموعة من الادعاءات والتحليلات، وهاد مع العلم ان هاد المسائل هذه يعني كتخص واحد الجهات اللي هي رسميه، وكتخص كذلك الدبلوماسيين واللي هما العلاقات الخارجيه، يعني هما اللي كان خاصهم يعطيو الراي ديالهم في هذا الموضوع هذا. اذا بينا بعض اش نقولوا، بطبيعة الحال هو أي واحد عنده الحق يعطي الرأي ديالو في موضوع معين، يتضامن أو يعبر على الأفكار ديالو على قضية معينة، كانت دولية أو كانت وطنية، هذا حق الجميع. ولكن راه مع كامل الأسف راه شفنا بعض التحليلات يعني ساخت على المسار ديالها. بنادم ولا كيتدخل كيقول لك بان راه كاين حال التاهب ديال بوتين الرئيس الروسي على اساس بانه هاد الشيء نووي ما نووي، وراه غادي يمحي الارض وراه كذا. ما فهمتش هاد الناس بغات تدير واحد القيامه ما بواحد الطرق دخلوا فيها الخوف والرهبة للناس. ما واش عند بالهم بان هذا الكون هذا واش ما يعني غير محطوط هكذاك، راه ولا القيامه غير محطوطه اللي جا بغى يديرها. ما فكروا بان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيدبر وكيسير هذا الكون. ما فكروا واش كون هذا اللي غادي هذا العالم هذا شكون اللي غادي يدمره ولا غادي يمحيه في واحد دقيقه ولا جوج. راه هاد الامور ما كاينش نهائيا. كاين اللي كيقول لك بان بوتين راه غير ممكن يدير اي حاجه، واش عرفتوا راه قوه عظمى هذيك، وعرفتوا بوتين راه عنده جهاز كبير كيتعامل معاه، واش هات على وطلق النووي ولا اطلق هذا ولا هادشي. راه ما كاينش، ما يمكنش شي واحد يقدر يمحي الكره الارضيه ولا يدير. راه دابا كاينه غير واحد السياسه، وكاينه الهضره كتطلق، وهادشي راه كان ديجا، راه ديجا ماشي اول مره. راه كان في عهد الحرب الخليج مع صدام، قالوا صدام هو عنده نووي، هو يمحي الارض، هو ما كدا. راه مسكين صدام كيفاش كان المصير ديالو، وهذه سياسه دوليه كاينه ولات غير المصالح، وكل وفين كل دوله وكل قوه ديالها فين كتشوف المصلحه ديالها والطريقه التدخل ديالها والطريقه. هادشي راه بان، لا راه اي دوله كتشوف المصالح ديالها كتنوض تحرك كتنوض، ماشي واحد غادي يمحي الارض وجهة الارض غات عليهم هي، لا بوتين ولا الامريكان ولا اللي بغات عليهم هي الارض. هاد الارض راه كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحمي الارض، هو اللي خلق هاد الانسانيه. راه كاينه حاليا كاين تدافع والحروب راه كتكون على مر العصور، ماشي الحروب عاد دابا اول مره، راه كانت حروب قديمه كثار بعض الحروب وماتوا فيها ضحايا، وكانت حرب عالميه وكانت هذا وكانت قنابل وكانت هذه. ولكن راه الانسانيه هي التدافع راه كاينه. ولكن كان باش نقول لكم بان راه خصوصا الاطفال الصغار، بان راه اللي بعض
الاراء اللي تنشرت على اليوتيوب اللي دخلوا الخوف في نفوس الاطفال اللي مساكن، ولو العديد منهم راه كيخاف كيسمع هذا الشيء كيخاف. كان النصيحه كذلك للناس اللي هما مؤثرين، ولو هذا ما زعما فكروا ملي الواحد يبغي يدير شي يعطي شي راي ديالو، ولا يعطي اولا بغى يطنز اولا بغى يدير هذا، يعرف راه كاين اطوار راهم كتصنتوا له. دابا خصوصا الهواتف راه ولات في اليد الجميع، صل الاطفال الامهات نساء رجال كل واحد عنده الهاتف. وبالتالي بان غادي نوجه واحد الرساله، وخاصه الاطفال اللي يسمعوا مثلا هذا الكلام ويقول لك فلان راه الارض راه كذا ودخلهم الخوف ولا هذا، راه كونوا متيقنين راه هذيك راه غير هضره، راه هاد الارض ولا هاد الكون راه كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحمي الجميع، وراه ما كاينش شي قوه في الارض اللي تقدر تمحي هذا الكون الا بامر الله سبحانه وتعالى، ان القيامه ولا هذا هذيك راه بيد الله. يعني شي واحد يقول لك راه غدا راه القيامه راه غادي يحيي، راه غيبرك على بطونه غادي يحيي الارض، واش واش راه دوله عظمى هذيك، واش حاطن هذاك المسؤول تما راه معاه جهاز قدو قداس، واش غادي يحطوا واحد هبيل تما كاينه اللي غادي يحيي الارض ولا النووي ولا هذا. وانتم شفتوا روسيا راه دوزت حروب، راه كان هاد فيها كاع النووي اللي دوله نوويه، وراه هذا دوزت حروب مع الشيشان، الشيشان راه شعب تبارك الله غادي مزيان وغادي، وبقات حروب شي كيمشي، وهذو الحروب عاديه كدير. كنتمنى على اساس بان الحكام ديال العالم على اساس دائما يتجنبوا هاد الحروب، لان بكل صراحه لان المصالح ديال الدول ولات كتحاول بانها كتدبر بواحد الشكل مصلحي وبشكل بعيد عن الإنسانية. وشكرا.